في القرآن فافهمها ومدلولها. على طاري والدة والوالد سبحان الله، بعض الأمهات ما يمكن أن ولدها يطلع على قولة واحد من الشباب، قلت هاي يا فلان عساك تغديت، عساك إن شاء الله ما أكل متغدي، قال أمي ما تطلعني جوعان من البيت. طبعا شوف كيف أمي لا يمكن تطلعني جوعان، سبحان الله العظيم. لما أنت تقوم من النوم تشم ريحة ذا البصل وذا الحمسة وذا القهوة وذا الشاهي وذا الزين، تقول لك أمك يا وليدي يلا غسل وتعال تقهوة. ليش تقول كالكلام؟ الله أكبر. هل عشان تخلص الدلال وتكبهم؟ لا والله، الأم تنظر إلى ما في قلبك، لا يمكن أحد يعرف ما في قلبك بعد الله سبحانه وتعالى إلا الأم والأب. الأم الشمعة الخيمة، الأم الدليل، الأم القلب، الأم الروح. من فقد أمه هو اللي يحس بهالشيء هذا، ومن ابتعد عن أمه ما في بر، هو يحس بهالشيء هذا. والله لو أنك دكتور، لو أنك بروفيسور، لو أنك مهندس طيران، وأنت ساكن بعيد عن أمك وأخوك اللي بو 2000 بو 2005 بو 3000 ساكن عند أمك، فهذا هو المصاحب، هذا هو المصاحب. الأم سبحان الله يعني تصحبك في حلك وترحالك وسفرك وحضرك وليلك ونهارك وتفضفض لك. ترى الأم اللي تفضفض الولد يا شيخ ترى هو ربحان. ليه؟ بعض الأولاد يقول يا أخي كل ما أقعد مع الوالدة سبحان الله عظيم تقعد تفضفض لي، وين أنت وسويته وفعلته وحطيته وشلته ما فيكم خير؟ قل لها يا صحيح يما والله ما فينا خير. إذا فضفضت لك الأم اعرف أن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لك. يا أخي كم من إنسان فقد أمه، كم من إنسان فقد الحنان، فقد ريحة الأم، فقد ريحة الغرفة اللي فيها الأم سبحان الله. يعني يذكرون يعني هذا تصير ان بعض اللي فقد امه شو يسوي؟ يسك الغرفه يقفلها، قال شوفوا هذه الغرفه لا تجونها ابدا. ليش؟ لما يجي من همه ومن غمه ومن شغله ومن دوامه ومن يعني تكالب المسؤوليات عليه وعيال غثوه وزوجه ولا كذا ولا مش بذلك ومسؤوليه المدير يجي طال عمرك يقول افتح، يفتح الغرفه ويشتم رائحه امه. لا اله الا الله، يشتم رائحه السجاده، يشتم تلك الدموع اللي ياما ذرفتها الأم في قيام الليل وتدعي لعيالها، يشتم عشان يقول ربي ارحمهما. كم واحد، كم مرة أنا قلتها في اليوم، كم مرة قلتها في اليوم، كم مرة احنا قلناها؟ ربي ارحمهما، ربي ارحمهما كما ربياني. ربياني ايش؟ صغير، كما ربياني الصغيرة. والله يوم أنت صغير ما تقول في فراشك وأمك جنبك إلا وتقوم أمك على طول تفز، وش تبغى يا وليدي يا حبيبي، وفي عز النوم وتبغى ترتاح وتبغى تنام، ولكن لا يمكن أن تنام وانت ما نمت، لا يمكن أن ترتاح وانت ما ارتحت. وهذه من القصص أن يعني أن بعض الأمهات سبحان الله تقول أنا ما أنام في اليوم إلا يمكن كم ساعتين ثلاث، وتلقى وتلك يعني الأم هذه هي الأم الناجحة المثالية اللي تحرص على ولدها بأن ترقيه وتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وأن تعوذ من وساوس الشيطان. ليش؟ لأنها تحبه، أن تحرص تخلص في تربيتها لأولادها، مو علشان الناس يقولوا ما شاء الله عليك ربيتيه تربية زينة، لا والله تربيه له حتى إذا كبر، يعني الأب أو كبرت الأم أو توفاهم الله سبحانه وتعالى يدعو لهما الولد. فسبحان الله العظيم، كل عمل ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. الله يجعلنا وياكم آمين. الله يجزاك. إن في